الدكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب بالإذاعة المصرية. دورة تدريب المدربين بالتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية وأكاديمية اتحاد الإذاعات الأوروبية للتدريب، هذه الدورة انطلقت منذ حوالي عام وتمت على 4 مراحل بالاستعانة بخبراء أجانب من اتحاد الإذاعات الأوروبية الـ ABU، وتم تدريب هذه الكوادر التي تمثل كل التخصصات تقريبا في مجال العمل الإعلامي المسموع والمرئي، من مذيعين ومقدمين برامج ومخرجين وكل التخصصات التي يمكن أن يتم الاستعانة بها والاحتياج إليها في العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني. مجموعة من الزملاء من هذه الكوادر شاركنا في هذه الدورات الأربعة، وفي ختامها تم تنظيم دورة مكثفة لمبتدئين إعلاميين تم التقدم إلى معهد التدريب الإذاعي والتلفزيوني بالهيئة الوطنية للإعلام، وتم تنظيم دورة متكاملة بالاستعانة بهذه الخبرات مع تطبيق النظم الدولية في التدريب، والخلاصة والحمد لله الحصول على إجازة أو شهادة التدريب الدولية التي تتيح لهؤلاء الخريجين العمل في كل مجالات التدريب المتخصصة في كل أنحاء العالم بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول الأوروبية. بالتأكيد التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية والجهات الدولية هو يعطي نوع من تلاقي الخبرات والاستفادة من التقدم الذي وصلت إليه هذه الجهات وتطبيقه في الهيئة الوطنية للإعلام من خلال وسائل الإعلام المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية، وأيضا يتيح للمدرب المصري أن يكون متعاونا مع مختلف الجهات التدريبية في كل أنحاء العالم من خلال هذه الإجازة الدولية للتدريب. مستدامة طبقا لعقد الأمم المتحدة شريك رئيسي في التنمية. في ظل المتغيرين دول والمعطين دول يأتي التدريب. التدريب بأي مفهوم يواكب متغيرات المتسارعة، يعمق المحتوى، يجعل الشكل أشكال مقدمة جاذبة، بقت مسؤولية كبرى. طبعا النهارده هو عبارة عن تتويج لجهد عام كامل من التدريب اللي مر بيه 18 من أهم قيادات الهيئة الوطنية للإعلام. التدريب ده بيتم بثمرة بتعاون مباشر ما بين الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد الإذاعات الأوروبية من شهر 11 السنة اللي فاتت، واحنا شغالين في هذا التدريب بيتعاون لإنجاح التدريب عدد من الإدارات المهمة في الهيئة الوطنية للإعلام، منها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومعهد الإذاعة والتلفزيون وبقية القطاعات المختصة في الهيئة الوطنية للإعلام. التدريب ده تم على 4 مراحل، المرحلة الأخيرة فيه اللي بتخلص النهاردة، اللي هي من خلالها بيتحول الخبير اللي هو عنده خبرة إعلامية ونجومية إلى شخص قادر على العطاء من خلال أنه يقدم خبرته إلى المتدرب الجديد أو المتدرب متوسط الثقافة. النهاردة أنا بعتبر ده يوم تاريخي وحاجة بتحصل لأول مرة في الهيئة الوطنية للإعلام، أن احنا نقدر نستفيد من الخبرات التراكمية للهيئة ولخبراء الهيئة الوطنية للإعلام ونحولهم إلى مدربين حقيقيين بشهادة اعتماد دولية بتتم لأول مرة داخل الهيئة الوطنية للإعلام. طبعا ده هيكون ليه مردود مهم جدا على معهد الإذاعة والتلفزيون، سواء بتدريب الزملاء داخل الهيئة أو التدريب الاستثماري اللي بيقوم به المعهد لخدمة الطلاب والجامعات والشباب والراغبين في التدريب من الدول العربية الشقيقة والصديقة. في ختام كلامي لابد ان انا اشكر الاستاذ حسين زين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام، لان هو بصراحه لما كان في زياره لاجتماعات اتحاد الاذاعات الاوروبيه اتصل بي شخصيا وعرفني على مستر فريدريك اللي هو مدير مركز التدريب اللي حضر الى مصر وقدم لنا هذه النوعيه من التدريب، وان شاء الله دي مش هتكون النهايه، هتكون بدايه لدورات متقدمه في نفس المجال باذن الله تعالى. انا بشكر كل زملائي والاساتذه المحترمين الإعلاميين في الهيئة الوطنية للإعلام على دعمهم لمعهد الإذاعة والتلفزيون،
ومعهد الإذاعة والتلفزيون مستمر في تقديم خدماته للزملاء داخل الهيئة وللراغبين في التدريب من الدول العربية الصديقة والشقيقة، وإحنا بنقدم هذا التدريب عن طيب خاطر وبمنتهى الأريحية والسعادة، وبنستفيد من خبراء الهيئة الوطنية للإعلام في تقديم التدريب لكل الراغبين فيه علشان نصل إلى توحيد المعايير الإعلامية لكل الإعلاميين على مستوى جمهورية مصر العربية. جينا هنا بمناسبة تسليم شهادات نجاح للمدربين والمدربات من الهيئة الوطنية للإعلام، فنجحوا بمعدل عالي جدا، كان المستوى فائق للتوقعات، بحيث أن معظم المتدربين تحصلوا على علامة 4.5 حتى 4.9 من 5، من درجة 5، فهذا فخر للهيئة وفخر كبير للاتحاد إذاعة الدول الأوروبية، بحيث هذا المشروع بدأ في نوفمبر من 2018 العام اللي فات الماضي، فكان بالتنسيق مع رئيس الهيئة ومديرة العلاقات الخارجية، كنا انتقينا 19 مترشح من ضمن 50، وكانت في لجنة تحكيم مكونة من اتحاد إذاعة الدول الأوروبية والهيئة والإذاعة الجزائرية، فانتقينا 19 وكلهم فازوا كلهم تفوقوا في مجالات الصحافة وتحضير العمل الوثائقي والبرامج وكيفية إجراء مقابلات في شتى الميادين، فهذا أعتبره فخر كبير 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 بالنسبة لي كممثل الإيبيو، وهذا الحفل خاص جدا، لأنه هذا يبعث للتفاؤل ويبعث لتطور أكثر في العلاقات بين الهيئة الوطنية للإعلام المصرية واتحاد إذاعات الدول الأوروبية. هذا العمل والتدريب هدفه أنه نطور العمل في مجالات التبادل الإخباري والعمل الصحفي بصفة عامة، فجينا بهذه المناسبة نغتنم فرصة أن نجلس مع قسم التبادل الإخباري وقسم الأخبار بصفة عامة للنظر في تطوير آليات التعاون والتنسيق بين الهيئة الوطنية للإعلام والإيبيو الاتحاد إذاعات الدول الأوروبية. حاصلة على زمالة أكاديمية مصر العسكرية العليا، مدربة في الجمعية العالمية للكشافة والمرشدات، وشرفت أن أكون من ضمن المدربين في معهد الإذاعة والتلفزيون، حاصلة على TOT من لندن باكس لودج، وأيضا النهاردة يتم تكريمنا جميع المتدربين مع اتحاد الإذاعات الأوروبية، النهاردة مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. إحنا بنتكلم النهاردة على شغل سنة كاملة، هذا العمل الجماعي اللي بقيادة معهد إذاعة التلفزيون دكتور خالد فتح الله، وأيضا العلاقات الدولية مدام بسمة، الحقيقة عملوا مجهود كبير جدا إن هم يوفروا لنا هذه النوعية من التدريب. إحنا بدأنا من أكثر من سنة، مسيو فرانسوا المتدرب كان بيجي لنا من سويسرا علشان يقوم بتدريب المجموعة ككل. إحنا مجموعة تقريبا من حوالي من 14 ل 15 مدرب موجودين في معهد الإذاعة والتلفزيون، وبالتالي قدرنا من خلال هذه الفترة ان احنا ناخد TOT من اتحاد الإذاعات الأوروبية. الدورة الأخيرة يمكن احنا طبقنا عمليا على مجموعة من المتدربين اللي عايزين يدخلوا في مجال الإعلام.
بمعنى ان انا عندي مجموعه من الشباب محتاجين توعيه كامله وتدريب كامل على الاعلان الشامل. قمنا بتقسيم جدول العمل بيننا وبين بعض بحيث ان احنا حطينا منظومه متكامله من التدريب علشان يطلع لنا اعلاني شاب قادر على مواجهه الميديا والتعامل معها بكل ايجابياتها وتحدياتها وكل المنظومه ككل بيبقى عنده فكر مختلف. الحقيقه انا قدمت من ضمن السيشنز بتاعتي حاجه عن طريقه جمع الداتا بطريقه صحيحه ومن مصادر موثوق منها، وايضا كيفيه التعامل مع نوعيه الاشاعات، واحنا عارفين قد ايه المشكله اللي بتواجهنا النهارده من ترويج اشاعات مغلوطه بهدف زعزعه الامن القومي وفي نفس الوقت تغيير مفاهيم الشباب. وده كان التارجت بتاعنا مع ان احنا نحاول ان احنا ناسس مفهوم ومنظور اعلامي متكامل قادر على مواجهه الميديا المختلفه ووسائل الاعلام المختلفه اللي هي النهارده هي المصدر الرئيسي للتشكيك في الامن القومي او لذبذبه الفكر الشبابي. انا من خلال محاضراتي الحقيقه الولاد كان في الشباب كان في نوع من انواع التجاوب العالي جدا، وبالتالي قدرنا ان احنا نوصل لهم لمصدر المعلومه، ازاي اتاكد مين مصدر هذا الخبر وكيفيه اجمع المعلومه وكيفيه ازاي ان انا اعمل شبكه علاقات اقدر من خلالها اتوصل للمعلومه الصحيحه. الحقيقه كانت تجربه جميله جدا مع الشباب وتجربه ناجحه مع العلاقات الدوليه وايضا مع معهد التلفزيون، والحقيقه النهارده اشعر بالتكريم ان انا بتكرم داخل بيتي وان يكون التكريم واخد هذا الشكل الثقيل اللي من خلاله نقدر ان احنا نحضر كوادر بالفعل محتاجه يكون عندها رؤيه مختلفه عن الاعلام وتكون قادره على مواجهه التحديات المختلفه للاعلام. أنا بشكركم وبشكر العلاقات الدولية ومعهد الإذاعة والتلفزيون. اسمي أيمن حبال، رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية لقطاع الأخبار الهيئة الوطنية للإعلام. أنا بشكر الهيئة الوطنية للإعلام أستاذ حسين زين اللي عمل لنا أول دورة وبأكد على كلمة أول دورة بالشكل ده للهيئة الوطنية للإعلام في مختلف القطاعات، والدورة دي بالتعاون مع الاتحاد للإذاعات الأوروبية واللي قام بالعمل فيها وتجهيزها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والحمد لله دي دورة كويسة وإن شاء الله نفيد غيرنا، لأن الدورة دي إن احنا ندرب ناس تدرب ناس تانية، يعني إن شاء الله نعمل ده في معهد الإذاعة والتلفزيون ونعمل ده في أي أماكن باسم الهيئة الوطنية للإعلام، إن احنا نعمل ده في جامعات بره إذا طلب مننا، في معاهد بره إذا طلب مننا من خلال الهيئة الوطنية للإعلام، وإن شاء الله دايما كده تستمر الدورات دي اللي تفيد الناس وتفيد البلد وتفيد الإعلام. وتاني بشكر الهيئة الوطنية للإعلام اللي عملت لنا الدورة دي بداية كويسة، وإن شاء الله تستمر في اللي بعديها وناخد دورة أعلى، واللي غيرنا يجي مكاننا في الدورة اللي احنا فيها دلوقتي يبقى اللي احنا هنستلم جوائزها واستلمنا جوائزها، فاحنا كده بنسلم ناس وناس تبقى اعلى مننا واحنا نبقى ماشيين وبنسلم جامد. شرفت بان انا شاركت في دوره تي او تي تبع اتحاد الاذاعات الاوروبيه الاي بي يو، والحمد لله الدوره دي احنا استفدنا منها جدا. جديد في الدوره ان احنا اتدربنا على اساليب التدريب العالميه، ازاي نقدر تبقى كمدرب تدرب باسلوب عالمي وباسلوب حديث جدا استفاد منه المتدربين. الحاجه الجميله في الدوره ان كان فيها مجموعة كوكبة كبيرة جدا من كبار الإعلاميين وكبار رموز ماسكيرو كانوا مشاركين معنا. الحاجة الجديدة ان احنا كمان كنا اثناء التدريب للمتدربين كنا بنقعد نتعلم كمان من بعض، بالإضافة الى المدرب
اللي هو كان من اتحاد الإذاعات الأوروبية، كان مستر فريدريك، كان يعني بيدينا أساليب تدريب مختلفة، وبالفعل احنا استفدنا. انا كنت بدي تدريب على برامج ذوي الاحتياجات الخاصة، والحمد لله انا توفقنا قوي، لان عملت تجربة جميلة جدا، تجربة طولية. كان في بنت كانت معايا في برنامج تواصل، انا شاركت في مجموعة برامج خاصة بالصوم والبكم، وكان ليا الشرف ان انا اقدم اول تجربة خاصة بالصوم والبكم في الشرق الاوسط، كان برنامج التحدي وبرنامج تواصل في قناة النيل التعليمية. فانا اصبحت متخصص، وكان في مبادرات كتير جدا للمعاقين وكده، فانا تخصصت في هذا المجال. الجديد في المحاضره اللي انا كنت بديها، ان انا كنت جبت طفله صغيره عندها 3 سنين لغايه ما بقى عندها دلوقتي، ده الكلام ده كان من 97، بقى عندها حوالي 25 سنه. جبت البنت وهي صغيره، وجبتها بعد ما دربت على النطق والكلام في البرنامج، وبعدين جبت البنت معمول عنها فيلم تسجيلي، هي ابتدت دلوقتي دخلت معهد فنون مسرحيه وكده، بقت تقريبا نجمه يعني الحمد لله. وده بيبين اهميه البرامج الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه، ان الناس محتاجينها جدا، محتاجين ازاي اعرف اتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه، ازاي اتعامل لو كان اعاقه حركيه اتعامل معاه ازاي، لو اعاقه ذهنيه اتعامل معاه ازاي، لو اعاقه بصريه او اعاقه سمعيه، كل حاجه لازم اتعلم ازاي اتعامل مع النوعيه دي. الحقيقه انا سعيد جدا بالدوره دي، وبشكر كل القائمين عليها، وان شاء الله بالتوفيق، وبسطت جدا ان المتدربين اتبسطوا يعني، وحسوا ان هم خدوا معلومات كبيره جدا، وبشكركم. كبير مخرجين بتلفزيون الإسكندرية ومحاضر بجامعة الإسكندرية وجامعة فاروس. الحقيقة أهمية هذه الدورات أنا بأكد عليها. دورة التي أو تي، دورة إعداد المدربين أو تدريب المدربين، كانت دورة في غاية الأهمية، لأنها بتعمل عملية تبادل خبرات وعملية تحفيز للمواهب وتجديد للرؤى، كمان بتطلعنا على آخر ما وصل إليه العلم في أساليب التدريب. ده كمان بيتلخص في مجموعة مشاريع بتقدم من خلال الدورة. المشروع الخاص بي أنا كان عن الأفلام الوثائقية أو كيفية الإخراج الأفلام الوثائقية. كان معايا برضو أستاذة أمل صبحي من اسكندرية، كانت بتتناول في مشروعها التعليق أو التقديم التلفزيوني، فكان في ربط ما بيننا وما بين بعض في المشروع. كمان لما اختبرنا ده في كيفية توصيل هذه المعلومات للطلبة، ده كان شيء حيوي جدا وشيء مؤثر. أرجو يعني الاهتمام الدائم بمثل هذه الدورات لأهميتها ومدى تأثيرها في شباب الإعلاميين. We'll be right back.